اعتذاره كان إلى حدود الدقيقة 27. تدخل كان جد ممتاز من النقاش، والهجوج لم يترك الفرصة تمر. لاعب خطير، موهبة عالية جدا. نتابع الآن، يمسك الكرة، يراوغ ويصوب، إمكانية عالية. لاعب واعد، هنيئا للوداد بهذا الهدف، وهنيئا بهذا اللاعب رضا الهجوج. كرة مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كرة مثالية. صوبها بتصويبة ملمترية وأجهز بهذه الطريقة الجيدة. فرحة لرئيس الوداد، فرحة مستحقة، وفرحة كذلك لجماهير الوداد. رضا الهجوج، تنبأ اللاعبون وتنبأت جماهير الرجاء. طوفان بمدرجات الوداد، طوفان بمدرجات الوداد، أشعلها هجوج وزينها بكاري كوني. أوه، الوداد في أحسن الأحوال، الوداد في أحسن الأحوال، والرجاء ليست كما عودتنا. بكاري كوني، قذيفة أرجو، قذيفة أرجو، صاروخ أرضي يربك حسابة الرجاء. ماذا عسانا نقول وأنا أتفاعل مع هذا الهدف، لأنه هدفي وكان الهدف الراجوي. نتابع، سجله اللاعب هشام العمراني. تمريرة كانت ممتازة، ومن وراء التمريرة زكريا الهاشمي، والعمراني أسكن في شباك فريقي. نتابع الآن، فيفيان مابيدي مررها للاعب عادل الكروشي. تسديدة كانت قوية، والعمراني هشام سددها في مرمى الوداد البيضاوي. لابد